هذا ويعمل المهرجان على اكتشاف العديد من المواهب الشابة وإعطاء فرص لهم، وكان من بين تلك الفرق التي يستضيفوها مهرجان العالمين كورال هارموني عربي التابع لجامعة عين شمس، التي تحيي حفلا غنائيا موسيقيا ضخما في مهرجان العالمين على مسرح الشارع. ويقدم الكورال خلال الحفلة عددا من الأغاني التي اشتهروا بها خلال الفترة الماضية بطريقة مميزة. باب الشقة كأني داخل على بيسين وقف في الجلابية بقه وفي ايده ماسك مسح في الوغبة في الدنيا ملاقي حس انه في عط بلاقي ماء وفي منتهى السعادة بيبصلي ويقول صباح الفل يا بيه مالك يعني بيه من طريق العربيتي مع مركونة قدام بيتي عين وقعت على الكبوت عليها كلام لذيذ وجود محفور بمسمار والدنيا حر الشمس حامية في التكييف وفتحت الباب حواليا الدنيا تربى بصي وعملت شورت عرقان ومعيش مناديل ما انا اصلا شاب سبورت هوبا هنط بنهر النيل نفسي ابلبط يا سلام لو عندي سلوم كبير اهو كده بقى زي الفل هارموني in the house. في مسلسل اسمه السفارة، كان التتر بتاعه بيقول فهنسمع تتر مسلسل السفارة لو فاكرينه، كان بيقول يا حلولو لو 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 يا حياتي يا حلولو لو 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 لو